لا يمكن يكونوا سلفيين. ونحن بنعني الناس الرؤوس اللي عارفين الحق ديل، لانه قبل كده كذبوا كلامنا، شيوخ الجمعيه بتاع الكتاب والسنه، شيوخهم الكبار ديل كذبوا علينا. نحن قلنا انه ديل كتنظيمات ما سلفيين، شالوا الكلام ده مشوا غشوا بيه ناس بعيدين شغالين دعوه لتوحيد، سامعين بانه انصار السنه وبن باز زكاهم قبل 20 سنه و الى اخره. مشوا قال لهم شفتوا مثلا الفقيري قال ما في سلف في السودان اصلا. طيب انا اذا ما قاعد في السودان انا ما يعني انا بدع نفسي اقول ما سلفي؟ هل انا عاقل اقول ما في سلف في السودان وانا قاعد في السودان مثلا وادعي السلفيه واقول ما في سلفي؟ هذا كذب كذب يا اخ، ولا في عاقل بقول الكلام ده، ده ناس مجرمين ودجالين. نحن ما قصدنا اي زول فيهم كده مبتدع عينا، لكن شيوخهم ديل ودكاترتهم ديل واللي بيسووا في البدع ديل والله الخلق السما دي ديل مبتدعه اصلا ما سلفي ولا شموا ريحته ذاته. لكن ما بنتكلم عن اي زول قال انا انصر سنه او انا جمعيه معناته هو شنو؟ مبتدع. ما قلنا كده يا جماعه، والله ابدا ما قلنا الكلام ده، ابدا ابدا ما قلناه، لا في اليقظه ولا في المنام ما قلنا كلام زي ده، كلام كذب. ونازل حقه اتقوا الله ما يكذب. فانت انصحهم قول لهم ديل، وديل ذاتهم اتبع للجماعات الحزبيه دي بننصحهم، ما بنخليهم بننصحهم. إذا ركبوا راسهم وتابعوا شيوخهم في البدعة دي، أي زول يتابع شيخهم في البدعة دي هو ذاته مبتدع، عرفتها؟ لكن أتكلم عن الناس المساكين البعاد، حتى لو قال أنا أنصار سنة لكن بعيد وما عنده البدعة دي وقايل الجماعة دي على خير ولو ذاته 10 سنة ما شافهم ذاته وما عارف الحاصل، ما بنقول ده مبتدع، من الظلم نبدأ يا جماعة. عرفتوا الحتة دي؟ نعم.